السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان صلاح المجتمع وفدغن وفدغن سغال يتمنات وحن قبل الله ونعاوى حديث كوي سغاشن الحديث 91 حديث كوي سغاشن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر يا أبي هل كره النقض؟ قال عبد الله وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوحوري من قف جر جيدي ثوبه مرديس خيلاء كبر أجيدي لم ينظر الله الله كما أغي إليه قفكاس يوم القيامة مال انت قيامة إل رحمت كما أغو. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا وحيري إن أحد شقي إزاري إن أحد شقي إزاري وسكنت غيغا بين عيسى مت كمدة يسترخي ويقرر أعمال ويقرر إلا بويل إلا أن أتعاهد إن أنكور هايم وين ذلك استرخاخاس أم ذلك كاس إزار كاس منه من الاسترخاخ. وحديث قال كمرك أبو بكر باوحو نبي ويدي مركو نبي سايد أنيقا وسكنت غيغ ودين عكمدة هوس بودعا إلا أن أتعاهد إن أنكور هايم وين ذلك الاسترخاء وصدعه منه من الإزار. فقال مرقى رسولك عليه الصلاة والسلام حكوير أبو بكر إنك أذيق أبو بكر لست متهد ممن قف يفعله سمايني خيلاء كبر قف در معناه كبر ومحران أيوه ما هبو لمتهد بوليه وكبر وشيدي. بقى حديث كم حكاية النبي عليه الصلاة والسلام إن مرقى إزار كهو كر لوقاته نصف ساقين بحديث وتلمانتي هذه كلنا أنقوا وين ونافين لماذا أكرو كعود أنقوا قايس نورتا وارجع دمر كنا مرك وحوية وين هاس يقول لك أشي دو سيد حديث كأبو داود غير كأي ورني. هذا نقول عن عبد الله من عبد الله من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال عبد الله وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري من قف جر جيدي توبه مرضي سخويا لا كبر لم ينظر الله الله ما إيجو إل رحمتكم إيجو إليه قف كيوم القيامة ما لنت قيامه. فقال أبو بكر باوحو يري إن أحد شق إزاري إزارك هو سكنتك هو سكنتك إيقر إنع كمدة معناها يسترخي هوسبو دعيا إن أحد شق إزاري هو سكنتك إيقر إنع عيسى مت كمدة يسترخي وإيقر دعا هوسبو دعي إلا أن أتعاهد إن أنكور هايمو يين ذلك معناها إزاركاس أما ذلك الاسترخاي استرخاهاس منه من الإزاري. فقال عليه الصلاة والسلام نبو حوري إنك هذيغا لست متد ممن يفعله خيلا قف كبر السمين يمتد. حديث رواه البخاري ومسلم باوريه إلا أن مسلما لم يذكر قصة أبو بكر ساسوله إلا أن مسلما لم يذكر قصة أبو بكر. الحديث 92 حديث كسغاشن اللبو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة حوري بين وقت الحبشة حبشذوا يلعبون أي كعياريين عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول كاكتيسا بحرابهم وحاوي حراب كودي أي كعياريين ورمضوا ذي إيا معناه وحاوي قلحب كودي حراب كحاوي ورمح صغير سيدا معنى العلماء كوفا السيران وحاوي ورمح أما وورن أو ير أو مركع عريض أو بلارن وي أما قلحبو نسكده بين وقت الحبشة حبشي يلعبون أي كعياريين عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكتيس بحرابهم معناها قل حبيضو دي يما فلارو دي يلي ببكو دي ورمضو دي دخل عمر وعمر باوسو قلي يوه نبيكو هاك عياري باركو مركا شنقدو دي عيارتو دي عارفة أهوى وحوه بتي أهوى بمعنى قصد وحوه قصدي عمر إلى حسباء قرورة أي رولك كقاذي فحسبهم بها وكس إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مركا وحوري دعهم أتركهم كتك دعهم بمعنى اتركم دا يا عمر عمرو. رواه البخاري ومسلم حديث كان مركه وحو النبي عليه الصلاه والسلام عايشه نوي ورسا وحديث كان مركه معروف كان مركه نمك حبشه كعياري مساجد كيو حراب كان معناه بحرابهم مركه وحا ويه واقول حبيضودي مركه عمر مركه واركاي ايو مركه او هوبتي انتو عرر دول كا قادو كوسيد غرور حسبا وغرورا مركه النبي عليه الصلاه والسلام اسك دا بول مال عيده انا ويه سيده حديثتو اي تلمامس. مركه دان كعلن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وحربينا وقت الحبشه حبشيدو يلعبون عياريا عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي عكتيسا بحرابهم قل حبيضودي اما ورمضودي
دخل عمر عمر با اسو غلي فاهوا وحو قستو او هوبتي الى حصباء غرور حدلك فحصبهم بركاسو كسيد بها غرور حي فقال له عمر با وحقول له عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول دعهم كتغ يا عمر عمر ودا رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث والتسعون حديث كسغاشن يصدح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره الله كرم نقضه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري بينما وقت رجل يمشي اسعون بطريق وضه اشتد وحكوات كهذي عليه نكا كركيسة العطش اون فوجد نك وحول بئرا عال فنزل وادغي فيها عيل كوديسي بوغلي فشرب مركز بيها كعبي ثم خرج وكسو بحي عيلكي فإذا كلب مركو عيلكي ساو كسو بحي بوحو لكل مأي فإذا كلب أي بو لكل مأي يلهث عربك الله ذينيا يأكل عنيا الثرايا عرضا قويا ثرايا وحالة التراب البلل عرضا قويا من العطش اون درتاد أيو حلف ليفي يلهث حلف ليفي يأكل عنيا الثرى عرضا قويا ومن العطش اون. فقال الرجل نينكي باو حوري لقد والله بلغ وحا قاري هذا الكلب أيضا من العطش أون مثل الذي أون كي أكلوي مثل كي الذي كاسو كان هذا بلغ مني أون كي أن إقاري أيا أيضا قاري. فنزل نينكي وادقي البير عيل كي بقالي فملأ وحسوب بحي خفه خفكي وكبه وقبي يسوب بحي كبه فملأ وحسوب بحي خفه خفكي سماء بيو ثم أمسك وحكسه قنينه وحكسه قبطي بفيه أفكيسه حتى رقيه إلى الله صوكري وعيلك كسو بحي فسق الكلب أي جيب ورابيه فشكر الله له الله أقوم هدنق أي جيب مركو ورابيه فغفر له إلهي بأودم بدافي نكي منكينا إلهي الدم بداف بسيه. فقالوا صحابه وحده يا رسول الله رسولك الله وإن لنا موحان وغا هذي في هذه البهائمي حولهم بهايمتها لأجرا أجر بانكه لينا مركز الله ورابيم أجر بانكه لينا. فقال عليه الصلاة والسلام نبي حجري في كل كبد رطبة أجر ونبي حجري في كل كبد بير كستدمانتي رطب قيا أجر أجر بالغيه لي هذه سمفل يحسان الله سمعيه رواه البخاري ومسلم. برك حديث كان وحوت سمامي حيوان كولون حريسو إن الدم دافي أجر لغوه ليو إن لدبنا وحلقة قادم بدل كذا إن عقاب لغم متيسن وواك حديث كدوا سعودا بينو عدين دونب. هذا المرك حديث كو كعل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال بينما وقت رجل يمشي وسعودي بطريق وضو اشتد وحاكوات كاد عليه كركيسة العطش أون فوجد وحوه لبئر عال فنزل وكد وقال فيها عال كقديس فشارب وكعبي ثم انت كد وخرج وكسو بحالكي فإذا كلب أيب لكل مي يلهث عربك الله الذين يؤمن يأكل عنا يأثر عرد قيا من العطش أون درتت. فقال الرجل نكي وحوه لقد والله بلغ وحا قاري هذا الكلب أيقا من العطش أون مثل الذي أونك مثلك كان هذا بلغ مني أن إقاري فنزل وحو الدقاء البئر عالك فملأ وحو بحي خفه كبه سيب سوب بحي ما أنبيك سوب بحي ثم أمسك وحو كسو قنين وكسو قاضي أمسك وحو كسو قاضي بفيه أفكي سوو قنين وفو كسو قبطي حتى رقيا إلى عالك وكسو قريو برنانك ويمت فسق الكلب أي جيب ورابيه فشكر الله له ألا أغمه النقي وشكريه فغفر له الله ودم نافي شكرك إلهي مرك كانوا كلامها. قال واحد يا رسول الله رسول قال له وإن لنا أنكم وحنوغا هذه في هذه البهائم بهائمتن لأجر أجر ما كهلينا. فقال عليه الصلاة والسلام نبي وحويري في كل كبد رطب في كل كبد بير كستدمانتي رطب قيا أجر أجر ما كهلينا. الحديث الرابع والتسعون حديث كافر يسغاشن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيري عذبت وحل عذاب امرأة هويني في هرة بسط هرة يا بس لفظ عربي في هرة بسط حبست سجنتها على حدي رواد قال واحد حبستها تنا وحيلا سجنتها وانا اسكم عنه حتى ماتت إلى كلمتي فدخلت وحيكوك شيء سببت هذه فيها منها في سببها
النار نار بكوكا شيء لا هي ماينا أهين بسدي أطعمتها متقودي سيمر كي حدي ولا سقطها ماينا ورابين إذ وقت حبستها على حدو حبستي ولا هي ماينا أهين تركتها مد إسكاغتكتي تأكل إنا عنتو من خشاش الأرض عيان كدولك خشاش الأرض وحدول رقاقي خشاشك إنا عنتنا ماينا كتكين وماينا سيدين ميل بيكوحن دي عنتنا ماينا سينين بيانا ماينا سينين mana aynu uga tagin inay marka cayayaanka dhulka siqaya inay maartay cunto naar bayna ku mudaysatay labada xadiis marka waxay naga tusinayaan naxariisana in ajir lagu helayo ciqaabtana in naar lagu helo al hadithu al khamis wa 90 hadiska shan iyo sagaashan an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu anhuma an radu annahu jabir sami'a rasulullah rasulka lu kam maqlay sallallahu alayhi wasallam yaqulu isaw al aam al fath sanadi makalla furtay وهو رسول كنا بمكة بمكة يسوي شو إن الله قال يو رسول الرسول كيس حرم وحي حرمان بيع الخمر خمر هذا إيب كذي والميتة بخت يجيب حرم والخنزير الدوافاركي والأصنام السنم ياشي بحرمي وحي صدام والحرمي فقيل وحل يودي رسول فقيل يا رسول الله رسولك وحي كله يا رسول الله رسولك الله أرأيت بل كورا شحوم الميتة بخت يجيب معناها بارورتو هذا كورن شحومة وبارورتي شحوم الميتة ميت كده انت بارورتي فإنها شحوم تاس بارورتاس تطلع وحا لغو معناها لغو سبكا أمال مريا بها شحمي غاسي السفن وريه الواحة السفن تبدأ أيال مريا تطلع وحا لغو دوبا بها معناها بارورتاس السفن معناها دومة السفن ودونت ويدهن ويدهن وحال وصبك بها برورته الجلود حركه ويستسبح وحا فينصب لغا دغتا ويستسبح معناها مسباحنا وان كدغنا بها برورته الناس دتك اما ويستسبح الناس دتك ايا فينصب كدغتا بها برورته فقال مركه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا هو حرام ماي انت اترسينو دن لما اوغل حرام مركز رسول قريب بن إسرائيل وحي سميان أيو الشهري ثم قال مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري عند ذلك أرنت أكتاد وحيري قاتل الله الله اللعنض اليهود يهود الله الله يؤمه الله اللعنض إن الله ألا لما وقته حرم وكحرمي عليهم يقو كركوض شحومها مركو بارورتي وكحرمي جملوها ويتلاليين ثم باعوه وإيبين باعوه برورتي بهدنا إيبين مركي دلاليين وأكلوا وحي عنان ثمنه لعكتك صوب حذي رواه البخاري ومسلم حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام مركو حقد دقيا حيلة وحلي لها حيلة ونبي عليه الصلاة والسلام مركو خمرة يوم بيت يوم خنزير كي يأسنام تيو حرمي أيها ده الرسول قالوا بكور مارتي برور تبميتك بيت ده دمتي حولها سفنتا لغو دوبا حركهنا واللوم مجديا فين يسي شمعنا ولا قد قتها ويستسمع بها الناس وشمعي مركز النبي يقول الله حرام مركز الرسول الرشيد ابن إسرائيل إنه إلهي أول عن هذا السبب تنوحي هاي مركي برور لقى حرم أي بي برور تبي الشيلان كدب بي مركا إيبيا كدبنا مركز عنان مركا قف والبوحي إلى اللي مادة وصدا سو كلمر مركا دام كعلن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه جابر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما يقول يسوع العام الخفطعي سنذي فرشده وهو مكة يسوع نبي بمكة جوغا إن الله عليه ورسوله رسول كيسو حرم وحرم بيع الخمر خمر دي إن لقى قنع سوداء هذا مقعيك ولا بلوبحيا والميتة ميتة والخنزير دوفاركي والأسنام فقيل وحالي يا رسول الله رسول كالله ورأيت بالكورا شحوم الميتة برور تمد بختها فإنها برورتها تطلع وحال قدوبا بها برورتها السفن السفن ويدهن وحا لغو سبكا بها برورتا الجلود هركا ويستسبحو وحا شمع كدكتا بها برورتا الناس وداتكو فقال رسولك عليه الصلاة والسلام حوري لا ما هو كاس حراموي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عند ذلك قاتل الله الله اللايو أما قاتل الله الله اللعنض اليهود يهود إن الله لما وقته حرم وكحرم عليهم كركوض شحومها برورتي جملوها ويدلاليا ثم باعوه ويئيبيا وأكلوا ثمنه ثمان تي بيعونين رواه البخاري ومسلم هم قصوا علينا مرك
حديث كان قبلنا الحديث الحادي والتسعون حديث كوي سجاش عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال عبد الله وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قف جر جيدي توبه ومريدي سقيا لا كبر لم ينظر الله الله وما إيه إليه سجى يوم القيامة ما لنت قيامرنا إلا نحرس كما إيه فقال أبو بكر ما وحده إن أحد الشق إزاري هو سكنت جاي قدين عكمدة يسترخي وهو صبو دعا إلا أن أتعاهد إن أنكور هاي موين ذلك الاسترخاء استرخاء هو صبو دعية أما ذلك الإزاري إزار كاس منه من الاسترخاء فقال مركا رسول وحوري إنك أذيك أبو بكر لست متين من قف يفعل خيالا كبر السمين رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني والتسعون حديث سلاشا لبع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحوري بين وقت الحبشة حبشية العبونا كعيارين عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكتيسة بحرابهم قل حبيض ذودي أي كعيارين رسول أكتيسة دخل عمر با عمر با سوقلي فهو وحوق استوه وبطي إلى الحصباء قرورة فحسبهم مركز الشيري بها قروره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحوير له عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي دعهم بمعنى أتركم كتك يا عمر عمر. الحديث الثالث والتسعون حديث كسغاشن يصدح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحوري بينما وقت رجل يمشي وسعون بطريق وضو اشتد وحاقوات كاذي عليه كركيس العضشون فوجد وحوال بئرا عال فنزل وكدق فيها في البئر عالك قديسي فشرب وكعبي ثم خرج وكسوبحي فإذا كلب أيب بلق المو يلهث عربك الله ذينيا يأكل عنيا الثراء عرضقيا من العطش أندرتات فقال الرجل ننكيبا وحيري لقد بلغ وحاق علي هذا الكلب أيقا من العطش أون مثل الذي أونكي كان بلغ مني أن إقاري فنزل البئر عالك بوقلي وكدقي فملأ خفه كبيسي وكسوب وحيه ما أنبيه ثم أمسكه بفيه أفكي سوك سوقنين وكسو قبطي حتى رقي إلى أكسو بحي وكر أصوفنتي فسق الكلب أيقيب ورابي فشكر الله له الله أمهد نقي فغفر له الله وأودم دافي قالوا صحابه وحده يا رسول الله رسولك الله وإن لنا موحن وغا هذه في هذه البهايم بهايمة لا أجر أجري فقال رسولك عليه الصلاة والسلام حوري في كل كبد رطب في كل كبد بير كستور رطب قيا أجر أجر باء هذه رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع والتسعون حديث كافر السغاشن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال عذبت امرأة هوين يبال عذابي في هرة بسد سجنتها أي حدي حتى ماتت إلى أي بسد كلمتي فدخلت فيها سببت هذه بيكوكش النار لا هي ماينا هين أطعمتها متقودي سمرك حدي ولا سقطا مين ورابن إذ وقت حبستا مركي حدي ولا هي مين نهين تركتا متكتك تأكل إن عنتو من خشاش الأرض للك حشرات كيس رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس حديث كان أقدم من الخامس والتسعون حديث كسغاشن يشن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه جابر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسقوا له كم قال عام الفتح سنة دي مكة لفرطي وهو نبي ونبي مكة توها إن الله الذي ورسوله ورسولك حرم بيع الخمر خمر دي أي حرم والميتة بختك والخنزير الدوفارك والسنام سنبك فقيل صحابة وحدة يا رسول الله رسولك الله أرأيت بلك ورن شحوم الميتة بختك برورتي سكورن فإنها برورتا تطلع وحال مرمريا بها برورتا السفن دومها الواحة ويدهن وحال سبقا بها برورتا الجلود هركا ويستسبح بها الناس ذاتك أيها شمعة كدكتا فقال رسول قحور الله هو حرام وحرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قحور عند ذلك قاتل الله الله لعنة اليهود يهود إن الله لما وقته حرم وكعرم عليهم كركوضة شحومها برورتي جملوها ويدلاليا ثم باعوه ويقذين وأكلوا وحيعنا ثمنه ثمن تيسي رواه البخاري ومسلم القاسم قد لساقين وجزاكم الله حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.